لمن يريد قضاء الإجازة الصيفية في تونس سبيل آخر متاح برا، هذه المرة بإطلاق أول خط دولي منتظم بين محطة الخروبة بالعاصمة والجارة الشرقية، خط برحلة واحدة في اليوم مقابل 12,000 دينار للذهاب والإياب. 28 جويلية 2016 فتحنا خط جديد لنقل المسافرين عبر الحافلة من انطلق من الجزائر العاصمة خروبة إلى تونس العاصمة. كذلك عندنا خط ثاني فتحناه اسم هذا دولي من عنابة إن شاء الله إلى تونس العاصمة، من الجزائر العاصمة إلى تونس العاصمة 6,000 دينار، من عنابة إلى تونس العاصمة 2,500 دينار. الخط البري الذي ستنظمه حافلات تابعة لشركة جزائرية خاصة بتأطير من قبل مؤسسة استغلال وتسيير محطات النقل البري سيكون على مسار مباشر لطريق السيار شرق غرب مع توقف يومي في مدينة عنابة. بدائيا راهي عندنا رحلة كل يوم، الانطلاق يكون على الساعة 8 مساء يعني أفنتور، هذا بالنسبة للذهاب من الجزائر العاصمة. عندنا كذلك العودة من تونس تكون في تمام الساعة 7 صباحا. يعني اللي يسكن هنا في ألجي راح تجي حاجة ملاحة، بيسكي يشوف مناظر ملاحة بين ألجي وتونس، راح يشوف ولايات بزاف جامي شافها في ألجي في زاير. اوكي ان شاء الله اخويا نكمل نروح لتونس وتونس يجو واحنا كامل خاوه اخويا وكامل ليزاجيري. خويا انا ماذا بيا نروح لتونس من الجزائر تونس بوسك مونشير خير من اللي فرود الكولونديسا وهذاك راه ما قدرناش احنايا وزوليك على بالك. خطوه جديده في برنامج وزاره النقل للخطوط الدوليه، فبعد دراسه كل الاحتمالات تتجسد فكره ربط الجزائر العاصمه مع تونس في انتظار باقي الخطوط الموعوده عبر السكك الحديديه وربط باقي مدن الحدود بنظيراتها التونسية.